يلا لا تعملوا حرف حلو المكان حلو تمام ازيكم يا حلوين عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهارده احنا مسافرين صح احنا هنعمل فيهم مقلب بس المقلب ما ظبطش بقى نزلنا لكم الفيديو بتاع الشنط ودلوقتي في اتنين موجودين معانا هنا مسافرين. جمله ودعونا زعلانين مننا عشان كنا قايلين لهم ان احنا مسافرين بس عاملين ازاي الاثنين اصلا كل واحد يقول لنا كلمه يلا قول ابدا انت عشان سبح سبح لا هناك مفيش سبح دي حاجه تانية طيب احنا هنقول لكم امشي بقى زي ما كانوا قالوا لنا الاول ان هم مسافرين احنا زعلانين بقى مفاجاه على امك وامك تعالى تروح عشان هم شكلهم مفاجاه على امك وامك على امك وامك انتوا انا بسببها تفضلونا دلوقتي بالله كينفع ايوه يلا بس احنا ما عملناش فيهم مقلب اصلا صح؟ لو كنا عملنا مقلب كان بهدلونا صح كده؟ الحمد لله في سلامه بصوا يا حلوين خليكم معانا اليوم كله النهارده احنا خلاص مين هيوصلنا؟ محمد حركات تحت والشنط نزلها فجاه هيوصلونا انا كنت بعمل قهوه وحصل تحب تقول لنا كلمه قبل ما نسافر؟ بتروح وتيجي بألف سلامة يا رب العالمين عايزة اجيب لك ايه وانا جاية؟ عايزة سلامتكم وانتي؟ عايزة جلباب وانا يا رب يا رب يا جدعان اللي في السعوديه يبعت لنا بجد نطلع عمره يا جدعان نفسنا نطلع عمره ايه رايكم في طنطا الشيكه بتاعتي؟ ناخدهم معانا وانا معاهم في العمره والنبي وانت انا اقابليكم اصلا ممكن تصور ماي اوتفيت ده بنطلون الترينج وده الجاكيت بتاعه وده عشان لو الجو بقى ساقعه ويلا بينا بقى يلا بقى وصلوا الفيديو 15 لايك وخلي 15000 لايك وخليكم معانا بقى طول الرحله يلا بينا ايه ده انا مستغرب الدنيا حر نار وده بتشتي ده بتشتي بطريقه يعني غريبه الدنيا حر وبتشتي انا مش فاهمه ايه يعني انت فاكر كده بص الموبايل بص مين بيوصل خد يا جدعان ثانيه عشان انا في حاجه بعد مني بص يا جماعه الدنيا ده وحشه قوي ما اكيد ده طلع عربيه تحت البتاع يا جدعان ايوه بصوا يا جماعه احنا رايحين نوصلوهم والدنيا بتشتي ايه ده جبت حاجه مفيده قوي استنى في محمد مالك بصوا احنا رايحين الاول نجيب حاجات بعد كده اهو هتبهدلي ميه ما تقوحيش بتخانقوا بعض قدام اصورهم لكم هم بيتخانقوا مع بعض ولا دي بتزعلك اضربها قلت لك استغفر الله اضربها انا كارفور ليه؟ فلوسك معاك ايوه محفظتك معاك خلاص مش لسه هنستر بقى منوس مستلزمات السفر لا اله الا الله يلا عشان ما فيش وقت عشان هشتري حاجات كتير حاجات ايه؟ صغيره خلاص خش انت بقى هشتري حاجات صغيره خش انت طب بص خلاص هخش انا هدي تعالي طب تعالي تعالي هخش انا خلاص انا جاي معاك انا عايزه المحفظه بس يلا يا ابني مجانين ولا ايه؟ مش هو جوزي يا جماعه المفروض يصرف عليا؟ يعني المفروض اجيب كل اللي انا عايزاه صح؟ اه اهم حاجه اروح عند ميني سوق ده اهم حاجه ده اللي هنفرتك عنده فلوس جبت لي جامد يلا بينا يلا اه انا بتصور يلا ايه يا جدعان يلا بينا يلا بينا يلا بينا جدعان وده الباص اللي هيركب فيه محمد رجب وعلياء وهم رايحين يا السفريه الجامده جدا 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 من غيرنا وفجر ربنا يوصلهم بالسلامه ان شاء الله تعمل حرف حلو المكان حلو انا هقعد هنا تمام تمام معاكم الرحله اركب هنا يلا بينا حمو بص عليا رايحة محمد رجب محمد رجب محمد رجب محمد رجب محمد رجب خلاص حمد ايه؟ عايز اروح عند ماما لا والله طب رجعي طيب انا مش عايز لا لا روح انت اتمرمطت يا حمودو نزل الشنطة وطلع الشنطة يا عيني يا اخويا صح؟ تعالى على جنبي مرمط شيل الشنطة دخل الشنطة طلع الشنطة تفتيش انزل اطلع الشنطة ايه؟ انت مش شايلة السماعة؟ يعني يا دوبك يعني الشنطة دي انت مش شايف الشنطة دي قد ايه؟ تقيلة يلا بينا ما تدري بس
3 ساعات و 31 دقيقة. راح فين يا معلم؟ لا شكلك حلو بيهم، حاسك هتتزحلق بيهم. ستهاني يعني؟ تهاني؟ انت تمام؟ مبسوط؟ هدوش الساعة صفر. انت مبسوط؟ احسن الساعة 12. انا قلت لك هنروح في قد ايه؟ صح ولا غلط؟ اخيرا اخيرا وصلنا، قاعدين في الريسبشن مستنيين نستلم الغرفة. قلت لك حاجة دلوقتي. ايه؟ ان انا بطني وجعاني. يا جدعان الاوبر اللي فوق دي عجباني قوي. انت وشك مبشر. انت عاملها سينماتيك. ما تزعقنيش قدام الناس. بقول لك احنا المفروض احنا عرسان وجايين ايه؟ صح يا جماعة كل اللي شفنا انتوا عرسان، طب مش عارفة هنعمل ايه؟ هو مكتوب على قرصي عرسان. على فكرة ممكن يكون باين عليا انا ان انا اللي عرسان. 12 ساعة. مش قادرين. يا جماعة خليني لم نفسي. بجد عمال يعاكس البنات من الصبح طول ما احنا جايين في السكه يعاكس بنات. يا جماعه قولوا له قولوا له معاك قمر ولد بلد. اه بيعاكس الاجانب فاجلنا حظر على البيت. يا جماعه قولوا له ان انت معاك قمر ما ينفعش تبص بره طبعا. وانت في شهر العسل يعني يبقى شكلك وحش وانت بتبص على البنات اصلا. قله ادب قوي. بصوا يا جماعه الشمس خرمت دماغ، الشمس اللي فوق دي خرمت دماغ. بس اصلا سريعا كده اوريكم الفندق. بصوا بقى نضاره واحد. مبسوط؟ مبسوط جدا. متاكد؟ مش مصدق. احب اقول أيوة. رساله لبنت زينب، انا طالع رحله وفي اوضه واحده. طالع رحله وقعد في اوضه واحده بسرير واحد بره عنك بقى. وهنرجع الساعه 2 بالليل. نرجع بيه واحنا نرجع اصلا من بره. هنبقى نعمل لها فيديوهات في الوقت ده. يلا باي باي لما نطلع بقى. بقول لك ايه؟ نعم. نطلع نام النهارده كله. ان شاء الله نطلع غير وانزل البول او البحر. هو ايه اللي عايز يطلع ينام ده؟ انا هنزل يا بحر يا بول. يطلع هو بقى ينام على نفسه. احنا رايحين فين دلوقتي يا شبح؟ احنا رايحين نتسكن. نتسكن خلاص. مستعد؟ انت مستعد؟ مستعد للفرهدة الفرهدة والانطلاق؟ متحمسة؟ اه جدا. ايه؟ يا عروس راح شال العسل؟ هنغير ونروح البحر ولا البسين؟ اه هنبص على البسين اللي عجبنا ننزل. اوكي يلا بينا. يلا بينا. ايه ده يا جماعة دخلنا بس اول ما بندخل هنلاقي الدولاب. صح كده؟ حلو ترابيزه مكوى ورشاقات وحركات. دخلي الشنط دي جوه لو سمحت. انت حالتك حاجه بعد اللي عملناه ده. دخلي الشنط دي جوه. اه تعالى نتفاجئ سوا يا جماعه. انا بجد لسه بدخل لاول مره. لا لا المكان تحفه. لا التواليت تحفه. اوبا حلو جدا. اوبا اوبا خلاص الظرف فوق. خلاص مش وقت مش وقت هنجرب بعدين. احنا لسه مجربناش. هو فين النور بتاع الاضاءة دي؟ متعلي الاضاءة دي صح؟ ايوه كده نورلي الاوضة دي. روح افتح البلكونة دي كده. بصوا بقى التلفزيون ودي الاوضة ودي مراية. جامدة على الجزء الفيو. فيو جامد. اول ما ندومش على الفيو ليه نفرجهم على ال... ايه ده هو ايه مش عارف. ودي اوضه ثانيه مش عارف. افتح كده. ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه دي اوضه ثانيه. ايه ده ايه ده؟ تعال تعال تعال. احنا ليه دخلنا هنا؟ اقفل 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 اقفل. مالناش دعوه مالناش دعوه. تعالي تعالي. لا مالناش دعوه دي اوضه فيها ناس. مفيش حد. لا لا بس في السراير منعكشه وكده دي بتاعت ناس. المهم ان الباب ده مقفول.
ملناش دعوه فاهم. ايوه يعني احنا كده في امان. ايه الرعب ده؟ احنا كده في امان ملناش دعوه. تعالى اوريك الفيديو. ايه ده؟ مش عارف تدفعي؟ تعالى اوريك الفيديو. استني ثواني اوريك الفيديو. هو مش كده نزلت تحت؟ سوي. ايه الرعب ده؟ تعالي كده طيب؟ تعالي تعالي. امسكي. انا كنت عايزه انا اللي افتحه واوريه. في لوكر او حاجه؟ اوكي ماشي تمام. انا عارف ذكائك وعارف حدود ذكائك. تمام تمام تمام. واو واو بجد. لا لا اللبسين تحفه يا جماعه. والدنيا هاديه وجميله قوي هنا. مبسوطه جدا. وانا مبسوطه. صح؟ حلوه قوي. تحفه 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 تحفه. ممكن ما نضيعش وقت ونشوف هنعمل ايه. حاضر ما يلا. يلا ننزلوا النهارده البول ولا ايه؟ ولا نروح البحر؟ اي حاجه. خلينا النهارده في البول احسن. ماشي. بما اننا اصلا مفرهدين. ماشي. ايه رايك؟ يلا. يبقى النهارده واخر يوم والثلاث ايام جايين بحر. ماشي. صح كده؟ ماشي. اوكي. تعالى بس نغير دمنا ونريح. نريح انا هلبس وانزل، رايح انت بقى. في ايه؟ طيب نريح شويه. معلم. بصي اريح شويه. لا انا مش هريح. انا مش هريح. انا عجبني اللوحة دي قوي. يلا عشان نروح البسين. انا جايب ابن اختي اقسم بالله مش جايب. يلا يا محمد روح البسين. اسكتي يا بت يلا. انا هخش انام ساعتين ثلاثة اربع ساعات. الله بصي نسكافيه. يلا بنسكت البسين. احنا 12 ساعة. ماليش دعوة. طب نعمل ايه؟ نطلع المايوه. نعمل ايه؟ طب استني استني. هروح افرد حاجاتي وانت عارف فضل حاجة الاول. بص شنطتي وهو شنطته قد ايش لسه اكبر منه. انا نازل البول قهرا غصب عني غصب عني منزلاني وانا مش قادر. نص ساعه سفر. ثواني وانا مش بكلم بابايا في التليفون. في الاول فيت نحترم الخصوصيه ولا ايه يعني؟ بس وريني كده الاول. وريني كده الاول فيت بتاعي. اوريه الاوتفيت بتاعي. انا بحسبه تقول انا بتاعي. ايه رايكم يا جماعه؟ قال مين اللي جايب لك المايو القمر ده؟ انت. طب ممكن الاوتفيت بتاعي؟ لا بعمله مستعرض. بصوا كده بقى خلاص نهايه الفيديو بتاع النهارده. خدناكم معانا من اول ما كنا تقريبا في البيت لحد ما وصلنا ونزلنا بقى خلاص. هناخد البول وهنطلع ننام ونبتدي بقى يوم جديد. بالليل بقى لما نصحى نبدا بقى يوم جديد يعتبر. بس كان نهايه الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اضغط لايك عشان يوصلك الفيديو. يلا باي باي. حلوين.